إذا للوقوف عند إصرار شركاء العملية السياسية والأحزاب الولائية على تغيير قانون الأحوال الشخصية، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور حياكم الله. القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين قال إن تغيير قانون الأحوال الشخصية سيفتح أبواب خطر تهدد المجتمع العراقي ككل، وهو خطر على المجتمع العراقي. ما أبرز هذه المخاطر دكتور؟ تحية لك أخي محمد والمشاهدين الكرام. في الحقيقة ينطوي هذا التغيير على مخاطر كثيرة وجمة تستهدف النسيج الاجتماعي العراقي بشكل مباشر. يعني اليوم هنالك نقلة، أو هذه حلقة من حلقات نقلة الطائفية الحزبية إلى الطائفية الاجتماعية، وتقنين ذلك وجعلها قانونا يسان يعني هنالك حقيقة أزمة في داخل ما تسمى الدولة العراقية. يعني كل شيء يميز الأفراد أمام القضاء هذا دليل قاطع على عدم قانونية الدولة. يعني هنالك لكن حكومات الاحتلال المتعاقبة تسعى جاهدة للعمل على تمييز أو تكريس هذا التمييز للأفراد أمام القضاء، وفرض الانقسامات الاجتماعية، ويعلم ويعلم الجميع أن هذه له تداعيات كثيرة على الأسر وعلى تشكيل الأسر وعلى مخاطر تفكك هذه الأسر والمشاكل الناجمة بعد ذلك. لأن هنالك حقيقة، يعني في حقيقة الأمر جميع ما يذهب إليه شركاء العملية السياسية يجب أن ينظر له بمسألة سوء الظن وسوء الظن المحقق، لأنه هذا يعني في العقدين الماضيين ثبت للعراقيين أن هذه الحكومات تفتقر افتقارا شديدا للأولويات الوطنية، ولا تمتلك حتى مقومات القانونية لإنشاء الدولة، وهي تسعى إلى نسف هذه الأمور طبعا. وبالمحصلة لدينا قانون ليس عليه أي اختلاف، قانون خدم المجتمع العراقي أكثر من 6 عقود، وهذه يعني يشهد بها الجميع، حتى جميع الأطراف وجميع يعني حتى بالنسبة للمذاهب. لكن تقنين المذهبية هذه هي المشكلة الأساس، والانقسامات الطائفية الاجتماعية هي الأساس في هذه الخطوة من خطوات كما ذكرت نقل دكتور أيمن الطائفية الحزبية إلى الطائفية. هناك ابتزاز ومساومة من الأحزاب الذين ربطوا الموافقة على قانون العفو العام مقابل تغيير قانون الأحوال الشخصية. أيضا هناك يعني لجنة العلاقات الخارجية النيابية كشفت عن تلقيها تهديدا أوروبيا بخفض العلاقات أو العلاقات مع العراق حال مرر القانون الجديد. كيف تنظرون إلى كل ذلك دكتور؟ أخي الكريم، بالنسبة لقانون العفو العام، يعني ما يسمى حقيقة قانون العفو العام هو قانون أفرغ من محتواه، وقانون مختلف تماما بنصه الحالي عن النص الذي يعني جعلت المسودة لأجله في ذلك الوقت. ومع هذا الإفراغ من المحتوى يصر المشاركون في العملية السياسية على فرضه بالوجه الحالي، ويتذرعون في هذا الموضوع كله عبارة عن توافقات واتفاقات. تعلم جنابك نظام المحاصصة يجعل جميع من داخل قبة البرلمان الحكومي متكافلون متضامنون، فهم بالنتيجة هم طرف واحد، والكل يعني يسعى لإرضاء الجهة الخارجية ولا سيما إيران، لأنهم يعلمون علم اليقين أن وجودهم مربوط بمصادقة
الجانب الإيراني على وجودهم، وكذلك حتى بالنسبة ل يعني رئيس البرلمان كذلك إن لم يكن مصادق عليه إيرانيا فلا يمكن أن يسمح له بال، وهذا طبعا أثبتت الأيام ذلك، يعني الكل يعلم ذلك. طيب دكتور أيمن، يعني ولكن في ضوء حديثكم الحكومة تروج إلى أن كل من يرفض تغيير قانون الأحوال الشخصية تتهمه بأنه مدعوم بأجندات خارجية، تتهمه بأنه يثقف للمثليين وغيرها من أشكال الانحلال، خاصة إذا ما علمنا ورجعنا بالتاريخ للوراء أن قانون الأحوال الشخصية قد شرع في عهد عبد الكريم قاسم 1959، ولكن هذا الترويج من قبل الحكومة هل هو ضوء أخضر لتصفية باقي المعارضين داخل العراق وخارجه؟ يعني حقيقة الأمر هو هذا ما يراد. يعني اليوم احنا خلال العقدين الماضيين الطرف الأضعف فيما يسمى العملية السياسية هو الطرف العربي السني، وهنا طبعا يكمن الخطر، وهنا مكمن الخطر. لماذا؟ لأنه سيكون عليه الضغط وسيكون خاضعا للرغبات الخارجية كما ذكرت، وهذا كله حقيقة يعني من باب كما ذكرتم هو التصفية السياسية وإزاحة الآخر. أخي الكريم، لا يوجد في العراق شيء اسمه ديمقراطية، هنالك ديمقراطية متوهمة وحرية زائفة، هذا كله حقيقة. اليوم معتقلو الرأي يزجون في السجون، يعني لا يمكن أن توصف ظروف احتجازهم إلا بالسيئة، والسيئة للغاية، ظروف احتجاز تفضي إلى الموت والموت البطيء، وهذه طبعا حالات موثقة. فهذا كله حقيقة يعني من لا يسير وفق ما يتم مخطط له من قبل إيران وأمريكا فهو يعني زائل لا محالة في ظل هذه العملية السياسية، ما تسمى بالعملية السياسية. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.